وقع رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان ورئيس الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو إعلان مبادئ تمهيدا لبدء مفاوضات السلام بين الجانبين. وجرت مراسم التوقيع في جوبا عاصمة دولة جنوب السودان بحضور رئيسها زلفاكير راعي المفاوضات. ونص الإعلان على تأسيس دولة مدنية ديمقراطية فيدرالية في السودان تضمن حرية الدين والممارسات الدينية والعبادات لكل الشعب. وجاء فيه أيضا أن لا تفرض الدولة دينا على أي شخص، وتكون الدولة غير منحازة فيما يخص الشؤون الدينية وشؤون المعتقد والضمير، كما تكفل الدولة وتحمي حرية الدين والممارسات الدينية على أن تضمن هذه المبادئ في الدستور. كما نص على أن يكون للسودان جيش قومي مهني واحد يعمل وفق عقيدة عسكرية موحدة جديدة، ويلتزم بحماية الأمن الوطني وفقا للدستور، على أن تعكس المؤسسات الأمنية التنوع والتعدد السوداني، وأن يكون ولاؤها للوطن وليس لحزب أو جماعة.